بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، ويحل للنساء، وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء. وحير الشيخ: فصل. ويحرم وحا حرام على الرجال رق الدشودة وحا حرام كأه لبس الحرير حرير مال شديد، والتختم يعني خاتم كدغشو فرانتي كدغشو اما فرغشي كدغشو بالذهب، ذهب اني فرغشي كسميستان باك حرام. ويحل واو حلال للنساء دمركي، وقليل الذهب ذهب ككيس ير، وكثيره يكيس بدني في التحريم حق حرام انشها سواء اسكلمد وي. شيخ هل كان فصل كان وحو اسميي او عقيدي لباس كوحل حيران كرو وحيرا ذا المركع علمذو مناسبة ذا كنتي وحوي فصل كيف فصل كان كهري وكشي كين هاي صلاة الخوف أيو كشي كين هاي مركع واحد عكرتي را ذا قفك دجال ككوتش را إنه أبا هذا وحيابها قاركود أو كسابسن إنه حرته حرير حلم بذا إنه حرته أي أبا هذا عكرته سداس أيو مناسبة ذا وكياني مركع هل كان مركع دور مسألة كشي هاي مسألة كوباد وحوي رجع وح حرام كأه إني محرتان درك حريرته حريرته رجواك حرام دمر كنا ويبنا أنت حريرته لقاه الله يوحوي وحريرته أصل كأه أو طبيعي كأه لكن حريرته أه صناعي كأه وحان حريرتي أصل كأهين أو صناعية أو لقيا بهذا إلا السمية ورشة صوص عارين أيده سوق قليل ميسو حريرته لشيء جاية وحريرته أصل كأهين وي على الرجال رجع الشيء غير مركب ورجع مكلفين تا أو بالغين تا عاقلين تاوي ضدك مكلف كاوي خفك بالغ عاقل كاوي لكن المهير ركاه كلا يجو وحيرالان حرام كماها والله حري كرا وحنا شرط يا مركي حرام تنقره سواء أنا ضرورة أكينين قفكي أم حاجة أكينين دي قفكي أي حاجة أكينتو مثلا قف با شرهن حساسية بجرك كلية هاي ركاه كلا نبى نبهاية إلا إنه حرير تحرتو كلام مهاني قفك مركز سيدا سوكالتا حاجة أوكيانتي أسوى حران كراوي طيب دار واحد جرى حريرتك قالسا وكقيمة بضان لقيا بإن كقيمة بذين كان قالسين مركز أسوى محونا غنايا مركز أسوى حلال مربا دوسا حريرتي أهين حلال وي رقي دمر بحلال بوي مركز ويحرم على الرجال لبس الحريري لبسي مركز حرشادي واحد سوى قلها هي إنو قوغل ذو ولمت هدو قوغل كاركتو هدو هودو بسيدا بستيه أهودو وقوه كهودو ولمت دو عمامتك دكتو والميد نوع كستاوى سيوغ لها استعمالك حريرتا لوما اقل رقا لوما اقل دو مركزة وأوبنانتا ويحرم على الرجال رقي واح حرامك دو شو ذا لبس الحرير حرير مرشيد ايا حرامك واتخطمو خاتم كدقاشو خاتمك وفرانتكي اما فرقشيكي بالذهب ذهب اني فرانتكا دكتان واكا حرام رقا فرقشي كليا ما هني استعمالك سوطن با حرامك رقا حرامك ما استعمالي كران ويحل وحلال للنساء دمرك رجع لفتو إذا هذه ضرورة كوكيانتو ويبنا أنت هاي ودي مثلا نين صحابي واحد جل سانكو كجو أي سانك الدجال وجو أي مركزه في الضك وسمايستي في ضدينا ويسعون وذهبوا كدكتي نبيقنا وقل هذا مركز هذه أي ضرورة أوكيانتو وأبا هذا استعمالات كقاركود أيضا والله أقول يا رجي ويحل وأبنا هاي للنساء دمرك وأبنا هاي لبدي بحريرتي يذهب كيبة سكست أو استعمالي كرا مركا رجو سيدو كله في الضلا أو كله رجو أيجو كمان دكان كران كمان سما يسن كران يعني وحياب سكما قرحين كران لكن وحي كسم يسن كران فرانتك فرجشي رجو ولو أقوليها إن في الضلا أو كله تو أي كسم يسن ولو أقوليها أو أيذو وبنانته لكن حديد هدويا برتا فرانتك برتا حديد كعادية علوم هذا قاربة وحي كنت جين إنه كراهية هي فرانتك برتا قارنا وحي جواب حرام ب وحين أودلي شذين حديث كسو أرري أو شيء جاية إنه يهاي حلية أهل النار ذاتك أهل النار كأي إنه يتا وحي أسكو قرحنا أي تا حديثك لكن حديث كاسي وحديث ضعيفة إنه يبنان تهاي أي راجع حمرك حديثك واحد بعد تامل قفك أو بنان تهاي رجع يدوم ربا وحنا الدليل نينك النبي يري يا رسول الله يوحي قفك عن دوم ركا والنبي يري وحكين لجوجو مهر لجوجو مهريو ويري يا صاحب ما هيستو النبي يقول التمس ولو خاتما من حديد رادي ولو فرانتك حديدة بهالنقضية مركا أيجو رجع إنا يماركتها أي كاركتان فرانتك حديد كلا قدر يكتو أسوأ إسكبرنا أنت لكن إنا
ka dhigtaan silsilado iyo ka samaystaan maya ragga looma ogol sababta taa tashbiih baa ka imaanaya tashabbuh binisaa baa ka imaanaya caadana raggu uma leh inay silsilado xirtaan sidoo kale waxa la yaab waxaa jira adhahabu alabyad oo ka samaysan dahab iyo fidda la isku daray sidoo kale iyagana raggu ma xiran karaan waxyaaba waxaa jira macaadin iyagu waxaa jira dahabka ka qaalisan mararka qaarkood oo balaatiin iyo wax lamid ah ka samaysan macaadin qaaliyahaa jirta oo yacni almurjaan oo macaadin dahabkaba ka qiimo badan baa jirta kuwaas iyagu waxa weye raggu hadday faraanti ka samaystaan caadi weeye waa u bannaan tahay rag iyo dumarba waa u bannaan yihiin marka wuxuu yidhi wayaxrumu cala rijaali lubsu lxariiri watakhatumu bidahabi dahab inay khaatum ka dhigtaan wayaxilu waa u banaan linnisaai dumarkii wa qaliilu dahabi dahabka kiisa yar iyo wakahiiru kiisa badani fi taxriimi xagga xaaramaanshaha sawaaun isku mid weeye ayib laakiin xariirtu iyadu waa kala duwanaan doonta wuxuu ku yidhi waidaa kaana hadduu yahay bacdu thawi marada qaarkeed ibraysaman xariir hadduu yahay ibraysamku waa xariirta noocyada ugu wanaagsan weyn hadduu yahay marada qaarkeed baa xariir ah wa bacdu qaarkiisna qutnan suuf uu yahay aw kitaanan ama kataanan nooca kataan kale kataanku waa geed baa laga sameeyaa geedkaasa waxaa laga sameeyaa dunta duntaasa dhar laga sameeya marka haddii maradii qaarna xariir yahay qaarna uu yahay suuf ama kataan uu yahay jaaza waxaa bannaan lubsu xirashadiisu maa lam yakun hadduusan ahayn al-ibraysamu xariirtu qaaliban mid badan haddaysan ahayn haddii maradii xariir iyo wax kale isugu jirto ma u bannaanta raggii inay xirtaan dumarka iyadu waa u bannaanta raggii ma u bannaantahay inay xirtaan xariir maro xariir iyo wax kale ka kooban haddii xariirtu aysan badnayn ee xariirtu yar tahay ama isla eg yihiin waa u bannaantahay oo xariirta mararka qaarkood marada xagga tarash baa looga dhigaa ama waxaa looga dhigaa calaamadaha dhexe oo baa lagu sameeyaa xariirta lagu sameeyaa haddiiba marba xariirtu aysan ka badnayn dharka kale way u bannaantahay in la xirto way bannaan marka wuxuu yihi waidaa kaana hadduu yahay bacdu thawi marada qaarkood ibraysaman hadduu yahay xariir hadduu yahay wa bacduhu maradi thoobkii qaarkiisna qudnan suuf uu yahay ama kitaanan geedka kitaanka laga sameeyey jaaza lubsuhu mar xirashadiisu way bannaan tahay maa lam yakun hadduusan ahayn al ibraysamu xariirku qaaliban mid qaalib hadduusan tayib maradu haddii ay najaaso tahay ma la xiran karaa qof baa matalan wuxuu mara najaasa ahu haystaa wuxuu rabaa inuu suuqa aado salaadna uma socdo maradaana wuu ogyahay inay najaaso ay najaasaysan tahay kaadibaa ku daadatay ama najaaso kalaa gaartay qofku ma u bannaanta inuu xirto nacam najaasadu hadday qallalan tahay marada waa la xiran karaa haddii uusan qofku salaad gelayn ama najaasadu aysan ahayn najaaso oo jirkiisii inta gaarta wasakhaynayso dharkii kale ka najaasaysa aysan ahayn qofku waa iska xiran karaa mara najaasa najaasaysan qofku waa ku seexan karaa waa xiran karaa laakiin salaadda markuu gaaro ayuu iska siibaaya marada marka dharka xirashada sheekhu uu ka hadlay wuxuu ka hadlay haddii marada asal ahaanteeda wax ay tahay uu ka hadlay hadday tahay xariir ay tahay laakiin mararka qaarkood waxaa dhici karta maradu inay asal ahaan xalaal tahay laakiin siyaabo kale ay xaraam u noqoto maxaa xaraamta keeni kara waxaa keeni karaa tashbiih haddii dharkii raggu ay xiran jireen dumarku ay xirtaan oo sidii raggu u xiran jireen ay u xirtaan oo markii loo jeedo qofka la yidhahdo qofkan dumar loo moodo waa xaaraam qofkaa tashabuhu ku dhacay sidoo kale cagsigu waa sidoo kale haddii dumarku ay xirtaan ay raggu ay xirtaan dharkii dumarka tashbiih baa ka imaanahay sidoo kale tashbiih waxaa keeni kara haddii midabku uu yahay midab ku khaasa labada jinsi midkood midabkan dumarkaa xirta raggu ma xirtaan haddii marka maradaasoo kale raggu ma xiran karaan wey kayfiyada loo xirto sidoo kale hadday tahay kayfiyo khaas ku ah ragga dumarka uma xiran karaan haddii ay tahay kayfiyo dumarka khaas ku ah ragga uma xiran karaan waxaa dhici karta maradu inay xaaraam noqoto oo nahyigu ka yimaado dhan kale oo sida shuhradoo kale thawbu shuhra thawbu shuhrada waxa weeye qof mara qof uu mashhuur ku noqday oo markii la arko qofkaas leeyahay waa hebel dharkaas qofkaa hebel baa xirta keliya shardi maaha inay tahay maro qurxoon inay tahay ama qaaliya inay tahay xataa hadday tahay maro liidata oo qofkaani uu lagu yaqaan maryaha jeexjeexan ama maryaha wasaqda inuu xirto waa makruuh waa la dii waa manhi haddii maradu ay tahay maro qurxoono dadkan aysan xiran keligiis u xirto oo dadka dhexdooda uu mashhuur ka noqdo iyadana sidoo kale thawbu shuhra ayaa la yidhahda iyaduna dhankaas ayaa dhibku ka imaanaya ee maradii mar ahaan waxa laga yaaba inay xalaal tahay faslun wayalzamu fi lmayiti arbacatu ashyaa'a halkaana wuxuu ka galay axkaamta ku saabsan meydka ku saabsan markii uu dadkii noolaa axkaamtooda kasoo hadlay ayuu wuxuu ka hadlay meydka axkaamta ku saabsan taasna waxay ku tusinaysaa islaamku qofka muslimka ah sida uu ihtimaamka u siinayo nolol iyo geeriba sababtuu qofka dhintay xurmadiisu wuxuu lamid yahay qofka nool oo kale uu lamid yahay xurmadii uu qofka noolaa lahaa ayuu leeyahay marka wuxuu yidhi sheekhu wayalzamu waxaa waajiba filmayti qofkii dhintay arbacatu ashyaa afar shay ayaa ka waajibta gusluhu dhaqidiisa
وتكفينه كفن الديسة والصلاة عليه إن لقدت كذا ودفنه دوغتيستا أفرتا شيء أيا واجب نقطة قف هدو لنتو قف مسلم هدو لنتو أفرتا شيء أيا أمد ميشة جوكتي كواجب إيسا واجب كان وواجب فرض كفاية وي وهدي أمد قار كمد أي سميان وحوية واجب كي ورعها هي هدي وح سميان لواينا أمد ميشة جوكتي وكل وودا دنبابة هي مركا وحوكو يري أفرتا شيء أيا واجبة مركا قفك لنتي يعني أحكام بدن إي آذاب بدن أيو لي هي قفك ميتكا وحاكم إذا آذابت كم إذا قفك مركي لأركو إنو دمان هايو وعلاماتك موتك كم مغضان إنت وحيدك اللو قبته والله لقنو لقنو موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة مركا إن كلمة التوحيد قفك اللو قبته كهرنا إن لا حدي أدر دار مكرون لي رادو وحي ماركتا حقوقه أما أدد كلية أما لولي هاي إن لي رادو إسكا در دار لي رادو وفي عنت هاي لكن مركي وقفكو نفط إني كبا حيصل عركو أما علامات كي موت كالقدر يامو توحيد كي بالوقة بناهيا لا إله إلا الله اكتسال ولي أما دهب على ليا السي دقن وترتيبة وآن ماركتا كحنا چنين أيا لولي هدي انتو يرادو هدنا هذا الكالي سوق قالو ومركا لهذا الكالي وكو هالو هدنا والقو علينا هيا مركا تلقين تا ومشروعي ومداس أما تلقين تدادكو أي قانين وقفو مكي للدوغو كدب القدو الأخرية أيضا تاسي مشروع ما تلقين تلقام بداوي وحا كم إذا مركو قفكو لنتو إن لسود دوغو إن دينتي سلبحيو أما إنتا لدوغو ما دينتي لقبحيو صوبتو قفكو معلق وحكويا وكحرين يا دينتي سي مركا إن لقبحيو حوليس لقبحيو أدو صحوال الله إن مسلمين تماشا شوكتا إكبحيا مركا وحي لو يلزم وحا واجبة في الميت ميتك أربعة أشياء أفر شيء غسلو لغد ديسا إن لدقو قويس كان وحا أغير هل المرء إن شركي سبيها لو عمّمو لك لقارسيو أيا أغير هدي لكن إن لدقاء عورتونتو وقفك مثلا وقوا قوقو أي ما المكور بقول انتوا قوقو أي بيه لما تابسيك أما وقبتي أما مقران يسا قف أجنبيها ضد أجنبي دحو كل انت قف دمرة أيا رق أجانب دحو كل انت أما نمبا وحو كل انت دمر كليها ميشي تشو قف كاسو كلا مركا أساقا تيمم بالو سمينا تيمم بالو سمينا والله تيمم والله أتمينا أيضا قف كلا تاوان مرة أنت اللي سكحت شيء يا الله تيا مماية مركا قويس كاسنا وحال ربنا قيد داسنا إن أي كهر رسا صلاة دا وصلاة دا قمت تكن كرا إلى قفكي ميت كلا دقو وتكفينه كفن الديسة أي واجبة كفنتنا وحا أغير هل مرأة تشركي سلان أسترته إلا قفك محرم كا وحاج أما عمره حرمان هدو نية هنا مدحي سلامة دا بولها هدو قف دو مرأي هنا وچكي سلامة دا بولها والصلاة صلاة اللي قلت كذا عليه دوش اللي قلت كذا ودفنه إلا دوغه انت سأيه واجبيس واثناني لبو لا يغسلان لما ادقو ولا يصلى عليهما لقمنا توكدو لبا قف لما ادقو لقمنا توكدو لبا داس قف محيهين الشهيد قفك الشهيدو في معركة المشركين مشركين تقالا دا دقال كودو قفك كود لنتاي قفك اسوي وحوي شهيدكو وشهيدك كود لنتاي دقالك قالا دا كود لنتاي هدي دقال داد مسلمة كد حيي وكود لنتو اسو شهيد نما الله اعتبار المهيو حتى هدي دادكو يهين دادك بغادة أما قطاع الطرق هذول الدجال ما هي شهيد نما لو معركة لو اعتبار ما هي وقفك الدجال كجال هذا كله الشهيد وشهيدك في معركة المشركين مشركين تا جال هذا الدجال كده كله انتي شهيدك مركا فوق هذا حين واسدح نوع شهيد في الدنيا والآخر شهيد الدنيا آخر بشهيدة وقفك الدجال كجال هذا كله انتي نيدي سنة أيهيد إعلاء كلمة الله كلمة إلهي دينتي سنو كوريا لأيهيد قفك الدون كان هو شهيد وشهيد نما لو قد رقم هي آخرنا وشهيد نوع على بعض وحوي شهيد في الدنيا لا في الآخرة قف الدون كشهيد نما لو رقم هي لكن آخر الشهادة وما تعلو وقف كي دجال كي قال هذا لد قال ما كل انتي لكن وح أود قال ما هي ما هين لإعلاء كلمة الله ما هين الدنيا أود قال ما هي أغنية سوهشد أما هل ويراد وان جيسي أود قال ما هي مركو قف كاس الدون كأنه نودي سوار كما هي نه الدون كشهيد نما لو رقم هي لا رقم ما هيو ما ركث الجون تكن ما هي لكن آخر الشهيد نما وتعلو قف كاس دحد وحوي قف آخر الشهيد كوا لكن الدون كأن شهيد نما لو رقمين وحوي آخره وحليه أجر كي شهيد كليه لكن أدون كشهيد نما لو رقم هي ولا رقها هي ولا قلت كان هي وحكم إذا قف كضاعون كأدنتي وحكم إذا قف كضمر كاه ومل راعتي ومش أدمتي وحكم إذا قف كأسوى نفتي سيمالك سدفاعي عرضك سدفاعي أدنتي لود لي كاسا كم إذا مركو كواس هي ولا رقها هي ولا قلت كان هي لكن آخره حكم الشهيد أم أجر الشهيد بليه مركو الشهيد كان لشيء والشهيد في معركة المشركين قفكي قال الدجال كل انت او بسبب
dagaalka sababtiisana ku dhin. Haddii dagaalka sababtiisu ku dhimaan, dagaalkii intii lagu jiray caloosha laga qabtay wuu iska dhintay, ama sabab kale u dhintay qofkaasi maya, laakiin ma noqonahay qofkaasi shahiidnimo loola dhaqmi ma. Waxaan rabaa sababta dagaalkan, xataa haddii muslimiintu ay dileen iyagoo u malaynahaya, gaaladii u malaynahaya ay muslimiintu dileen dagaalkii sababtiisu ku dhintay oo shahiid weeyey, xataa seefti uu gaalada wada haddii isaga ku soo noqoto oo saa darteed ku dhinto waa shahiid weeye, laakiin wuu dhaawacmay muddo kadib buu dhintay, dhaawac u dhintay maya. Marka qofkaas waa la dhaqaya, laakiin macrakada qofka ku dhintay weeye oo dagaalka sababtiisana ku dhintay. Laakiin shahiidkaas waxyaabaha najaasadaah oo aan dhiigga ahayn waa laga dhaqaaya. Hadday najaaso kale ku taallo oo aan ahayn dhiiggii shahaada aan ahayn waa laga zuulinaya najaasadaas. Qofka labaad waxa weeye wasiqtu dhiciskii alladii siqtigii ama dhiciskii lam yastahil aan dhawaaqin saarikan isagoo qaylinahaya, yacni ilmaha dhiciskaa isaguna haddii aysan ka muuqan calaamad nolol xayaato inuu aysan ka muuqan isagana la dhaqi mahayo laguna tukan mahayo. Dhicisku marka saddex xaaladood buu leeyahay. Xaaladda koowaad waxa weeye in ay ka muuqato calaamad ku tusinaysa qofkan inuu naf lagu abuuray, nolol ku tusinaya markuu soo baxay kadib inuu nool yahay in la arko, oo nolol uu ku soo baxay, wuu dhaqdhaqaaqay, wuu qayliyey, wuu ooyey. Haddiiba nolol inuu nool yahay, nolol uu ku soo baxay, kaasi xukunkiisu qofka weyn buu la mid yahay, waana lagu tukanaya, waana la dhaqahaya. Xaaladda labaad waxa weeye haddii aysan ka muuqan wax calaamad nololhii kama muuqato, laakiin waxaa suuradii bani aadan buu leeyahay oo dhammaystiranta, waa qof bani aadanaho la arkayo wejigiisii iyo gacmihiisii iyo indhihiisii ka muuqdaan, laakiin markuu soo baxay kadib wax nololah inuu ku soo baxay lama oga. Kaas isaga marka waa la dhaqahayaa, waana la kafanahayaa, waana la duugahaya, laakiin lagu tukan maayo sababto nololba kuma soo bixin, laakiin calaamadii wuxuu leeyahay bani aadamnimo ayaa ka muuqan. Midka saddexaad waxa weeye haddii aan wax calaamadihii nololna kama muuqato, suuradii bani aadamna ma leh, waa hilib uun soo baxay, kaas marka isaga waxba u waajibi maayaan. Waxaa sunno ah in inta mara lagu duubo, lagu duuduubo, in lagu duugo ayaa sunno ah, laakiin isaga salaad iyo dhaqid iyo midna waxba lagama rabo. Marka saddexaasu noqonaya haddii calaamad lagu arko inuu nool yahay sida qofka weyn oo kale loola dhaqmaaya, haddii aan calaamad nolol lagu arkin laakiin jirkiisii uu muuqdo qof bani aadana uu og yahay, isaga lagu tukan mahayo, laakiin waa la dhaqahay, waana la duugahaya, waana la duuga, waana la kafanahaya. Haddii laakiin aysan calaamad bani aadam ka muuqan, isaga waxa weeye waxba maaragtay ka waajibi maayaan, maraa laisaga duuduubahaya, waana la iska xabaalahaya, waa la asturahaya. Marka labadaas lama dhaqo, walaa yuqasan lama dhaqo, walaa yusalli ahlu guma tukado, ashahiidu shahiidkii way ka koobaad fii macrakati lmushrikiina ku dhintay, dagaalkii mushrikiinta ku dhintay, wasiqdu dhiciskii alladii dhiciskii lam yastahilla aan dhawaaqin saarikan asigoo qaylinaya. Wayuqasalu lmayitu meydkii waa la dhaqaa, witran tira is dheer baa la dhaqaya. Meydka marka la dhaqayo dhaqidiisa tira is dheer, inta waajibka waa hal mar, laakiin sida sunnada tira is dheer saddex, shan, toddoba in la dhaqo ayaa sunno ah. Wayakuunu waxaa ahaada fii awali qaslihi ama fii awali qaslatin, dhaqidda hore sidrun geedkaa gobta ayaa lagu dhaqaa, dhaqidda hore lagu darahaya. Wa fii aakhirihi yacni meesha u dambaysana, dhaqidda u dambaystana shay-un shay oo min kaafuurin, kaafuurka, kaafuurkaasna waa geed carfoon weeye. Faa'iidiisuna waxaa la yidhahdaa yacni carafna waa keenahaya, jirkana wuxuu ka xifdinahayaa inuu si dhaqso ah uu ku fasaado, waxyaabaha xasharaadkana waa ka ilaalinaya intii muddo ah. Marka tan ugu dambaysa kaafuurkaasaa lagu darahaya. Marka wayuqasilu lmayit waa la dhaqaa witran tira is dheer, wayakuunu waxaa ahaada fii awali qaslihi dhaqidiisa hore sidrun geedkaa gobta, wa fii aakhirina shay-un shay oo min kaafuurin kaafuur ayaa lagu daraa. Wayukafanu waa la kafanaa fii thalaathati athwaabin saddex maro, saddex thawb biidin cadcad, oo laysa fiiha aysan ku jirin qamiisun qamiis walaa cimaamatun cimaamadna aysan ku jirin. Wuxuu ku leeyahay haddii saddex maro lagu duugahayo, waxa waajibka waa hal mara oo qofkii asturta weeye, hal mara ayaa waajiba inta waajibka ah, laakiin sunnadu waxay tahay saddex maro, saddex go in lagu duugo, oo aysan ku jirin qamiis iyo cimaamad midna ku jirin in lagu duugo, sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam loo duugay. Saddex maro ayaa, saddex go ayaa laysku dulfidiyey, saddexa maro ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu kafanay. Taas ayaa wanaagsan hadduu rag yahay. Dumarka waxay yidhahdeen iyaga shan in looga dhigaa fiican, oo loogu daro googorod iyo cabuur in loogu daro iyo khimaar, yacnaha saddexaas, yacni khimaarna loo xiro, cabuurna loo xiro, googoradna loo xiro, kadibna laba go lagu duubo, shanta in laga dhigo ayaa fiican bay yidhahdeen fuqahadu yidhahdeen. Marka waa istixbaabnimo iyo sunnanimo maahane, waajibku waa hal maro haddii lagu kafano way ku filan tahay. Wayukafan waa la kafanaa fii thalaathati athwaabin saddex maro biidin cadcad, maryaha cadcad, oo laysa fiiha aysan ku jirin qamiisun qamiis walaa cimaamatun cimaamadna aysan ku jirin. Tayib, wayukabaru calayhi
ثلاث دبو هات انت كفنتي وكسو بحي ويكبر عليه ولو تكبير سدا اربع تكبيرات افر تكبيرات اي لو تكبير سدا ثلاث جنازه افر تكبيرات اي لو تكبير سدا افر تا تكبيرات وانا لغا زيادين كرا وواحا كسونا ذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه الصحابة اللي متبر كنتو كنايو دادكي بدر حاضر هدي يهين لح تكبيرات انه تكبير سنجري هدي الصحابة كلا عادي جايهين شن تكبيرات وكو تكبير سنجري دادكي كلا الصحابة هين افر تكبيرات انه تكبير سنجري ايا علي كسوغناتي ماركا وي بنانتا ان لغا زيادة لكن النبي عليه الصلاة والسلام افر تا تكبيرات ايا كسوغناتي ويكبر عليه ميت كركي سوى لغو تكبير اربع تكبيرات يقرأ اخرنا الفاتحة فاتحة بعد الاولى تكبير كوباد دبدي إذا فاتحة وأخرنا يا والسنة نمو يهدو تكبير تصدح هذا متى فرات كذلك إذا فاتحة أخريو وإن صح يسأل لكن سيدا وناكسن تكبير كوباد كذلك إنه فاتحة أخريو ويصلي وكصلينا على النبي نبي أيو كصلينا يا بعد الثانية التكبير طلبات كذلك كذا ويدعو للميت ميت كأيو أدعينا يا بعد الثالثة التكبير تصدحات كذي أيو أدعينا يا مركا أركان تأيل هذا صلاة الجنازة وتدبر ركني وحوي النية وإنه نيستو إنه صلاة جنازة كنت كناهي قسم ما قفك إنه يقان وقف هبري هذا ما يتكلم قلت كناهي هدول نيستو وقف فلانته تن لبعض واستاج اللي قلت كذا ركن قال لبعض ركن قال صدحات أفر تكبيرات ويا ركن قال أفراد وفات حظ ولا آخريو ركن قال صدحات شناد وصلاة النبي قال وصل ليه ركن قال لحد وما يتكلم دعائه ركن قال تضباط والسلام تضباط على ركن بيلاده صلاة جنازة ونيدي و محنكو رضا و استاقي اللي قلتو كذا و افرتي تكبيرات و فاتحة الله اخريو و النبي قولو صليو و ميتكو اللي ادعيو و سلانتي افرتها تضبط على السرم ايه لهذا مركو حيلو يصلي على يقرأ يكبر عليه اربع اربع يكبر عليه اربع تكبيرات ايه لغو تكبير سدا يقرأ فاتحة فاتحة و اخرينها بعد الاولى تكبير تكوبات كذلك كذا و يصلي على النبي نبي و كصلينها بعد الثانية تكبير ثلوات كذب ويدعو للميت ميت كود عينه بعد الثالثة التكبير تصدحات فيقول وحليه وحقود عينه وأمر أمور آخرة أمور الدنيا مالك سأل الله بديئي لم إذا قود عين ماي أمور آخرة قود عينه فيقول وحليه اللهم الله يا إله هذا كان عبدك أدونك أجوي وابن عبديك الله وضع أدون إنك إلمها إذا لين وي خرج وكبح من روح الدنيا الدنيا ذر حديد وكسر وبح وسعتها هي واسع نمديدي ومحبوبه ومحبوبه دتكي او جعلا واحباؤه كو اسغا جعلانا فيها الدنيا دخيد اي جوغا الدنيا دي واسعنمديدي يراحديد وكسوتغي دتكي او جعلا اي كو اسغا جعلانا الدنيا دو غسوتغي ربيو ومحبوبه كو او جعلا واحباؤه كو اسغا جعلا فيها الدنيا دخيد اي وغسوتغي الى ظلمه القبر قبرغا مغدغيس ايو اسو بخاي اي وما شيء هو اسغو لاقيه ولا كل ما هيو وحا او قلبغا كره كل ما هيو ايو اوغس اسو بخاي بوليه كان وحوها قفكني يشهد مدقرا لا إله إلا الله لا إله إلا أنت لا إله إلا معبود بحق أحد حق لوعبد إنه سجرين إلا أنت أدقى ما هني وحدك كلقة آتهاي عبادات كلقة متيستي لا شريك لك عد شركك كلاهين أي سنجرين وشريك كلاهين أي سنجرين وأن محمد نبي محمدنا عبدك أدونك إنه يا أيو غري شري ورسولك رسولك إنه يا أيو غري شري وأنت أديك ربي أعلم أنه قال بدن به أسقى منا حقين أنه أنت سينو أرنجر وكذا واقع شري أيان قرنين لكن إنه كأهيد إيمان إنه سن كأهين مؤقين أذا ربي أنه أقوي باطن كيس اللهم يا الله إلهو إنه ميت كان نزل بك أدوك كوسو دقي نزولك ومرتكو يهي أدو مرتكو يهي نزل بك أديك أيو كوسو دقي أو مرتكو يهي وأنت أدعونا إله خير منزول مد مرت الله النقضة منزول به مد الجسد دق أمرت الله النقضة كان وخير بدن باتهاي وأصبح وحو هذا فقيرا مد أباها إله رحمتك أن حريست هذا أباهيها وأنت أدعونا غني مد كد يقطون باته عن عذابي عذاب كيس وكد يقطونته وقد جئناك إله أن كون من راغبين النقض ضل بينه إليك أدق شفعاء وشفيعين له أسجى اللهم يا الله إله إن كان هدوءها محسنا مد وناك سمية فزيد في إحسانه إحسان كيس إله زيادة وإن كان هدوءها مسيئا مد حمان سمينا فتجاوز عنه إله كرناف ولقه إله لكلمي برحمتك نحريست هذا درتيد رضاك أن إرهال أهنشاك إله لكلمي وقيه كإلالي فتنة القبر قبرك في النديسة وعذابه إي عذاب كيس وافسح له إله واسع في قبر قبر كيس وجا في إله كرناري الأرض الأولك عن جنبه لويس لنا إله لك كرناري ولقه إله لكلمي برحمتك نحريست هذا الأمن أمن إله لكل من عذابك عذابك وآمن كالنقضة حتى تبعثه إلى أسوسارتي آمنا أسوه آمنة
إلى جنتك، الجنة أوسو سارت ما أنت قيامة برحمتك نحريست هذا يا أرحم الراحمين. أنت نحريست إله إله ونحريست بدنايو سيداس أي ومارت ود عين هي أدو صغير يا المير صغير يا أنا وحقدر هي اللهم اجعله إله كيل فرطا عيل اليو يمد أهر مري لوالديه لم يسوي والد إله مد أهر مري وإله أقدك أشفع إله أقدك أيولي. مركا النبي عليه الصلاة أدعيوين بعض ما كسو أروي لكن شيخه دعوين كان أيو شيخي وحي دعاه مركا قفك وحبزسين هي أيو ود عين هي ويقول وحلي في الرابعة مدر أفراد وحلي هي اللهم لا تحرمنا إله ونجه وشين أجره وأجر كيسة وأجر كأن قف كان ولا الكنا أن نجا قاعدة صبر كأن كو صبرني إيه صلاة أن كنتو كني أجر كودب إله ونجه وشين ولا تفتنا إله ونفذني بعده كذلك سنا إله ونفذني لأن قف كان نول لغا فتنة آمن لغا معها وغفرنا الأهل إله ونور داف لنا أن نجا يوله أستجاب إله ونور داف أيوليه مرك الدعاء ذي وحي أهي أن كسو علنا الدعاء ذا مر فيقول وحلي اللهم هذا كان عبدك أضونك أقوي وابن عبديك لبدا الضون المهودي وي خرج وكصبح الضون كان من روح الدنيا الدنيا الراحه ده وسعتها اي واسع نمديده ومحبوبه ضدك او جعلا اي واحباؤه كوي اسغا جعلانا فيها الدنيا اي كسغن يهن الى ظلمه القبر قبر مغدغيس اي اوسوبخاي اي وما شيء هو اسغ ولاقيه ولا كل ما هي كان وحو يشهد مدقرا لا اله اي لا معبود بحق من حق احد حق لو عبد يسجن الا انت اديق ما هني وحدك حالتك كلي ولا شريك لك مثل كل الشركاء يسنجرين وأن محمد نبي محمد عبدك أدونك أنو يهي ورسولك رسولك أنو يهي أيو قري جرين وأنت أذيك إله ربي وأعلم نوغ علم بضان به أسقى منا أنك نوغ علم بضان وباطنك سأذى نقعك اللهم يا الله إنه أسقو نزل بك أذيك أيو كوسو دقائي ومرتك ويهي وأنت أذيكنا خير منزول به أحد لقدك ومرت لغن نقضه كانو خير بضان باتهي وأصبح وحو هذا فقيرا مد أباه إلى رحمتك نحريست هذا وأنت أدقنا غي وقد يخطنت عن عذاب كيسة وقد جئناك وأنكوني من ربي راغبين أنه ضل بينه إليك أدقى أنه كاقة ضل بينه شفعاء له إنه أشفعين يانكوني من اللهم يا الله إن كان هدويا محسنا مد إحسان سمينجري فسد في إحسان إله وحسان كيسة وزيادي وإن كان مسيئا ندو حمان سمينجرينا فتجاوز عنه كالعاف ولقيه لكل من برحمتك نحريست درت يد رضاك قال لأهشاك إله ولو كلمي وقيه إلهك إلال فتنة القبر قبرك في نيسة كإلال وعذابه وعذاب كيسة وافسح له إله واسع في قبر قبر كيسة وجافك دار الأرض الأولك عن جنبه لبيس لنع ولقيه إله لكلمي برحمتك نحرست هذا درتيد وحل لكلمي ساء الأمن آمن أهنشو من عذابك عذابك وآمن كيهي حتى تبعثه إلى سوسارتين آمنا أسوى آمن إلى جنتك جنة أوسوسارتين برحمتك نحرست هذا يا أرحم الراحمين أنت نحرست كي يقول نحريس بدنايو ويقول وحلي في الرابعة مدة أفراد تكبيرة أفراد كدبوا حليه اللهم يا الله إلهو لا تحرمنا نجهو جن أجره أجر كيسة وأن كو صبرنا إن كنتو كنئيو أن دوقني ولا تفتنا هننا في اثنين بعده وقذال كيسة هننا في اثنين واغفر لنا إله النود من داف وله أستغنى قدام بالداف مركا ويسلم وسلاميست بعد الرابعة تكبيرة أفراد كدبنا وسلاميستنا هي سلام تعاذقة سلام تعاذقة أما هل سلام أما لا بالسلام خيار بوليه مركا كدي وحا سنة قفك قبرك أكتس إلا استاغو لو دعيه ولو قدعي إله إنو كسوه جواب تحقه إله إنو كسوه إن لو دعيه ودم داف لو ويديه ومدير لو دعيه لدول تاقنا أنا لقد تقين مركي بلا قدريرين أما تلقين تا قفك مركا لدونه كدب لو اللقين أو إليا ساسي أو رأساس له أدي لباد ملكوي ما ساس له أدك قاركو السميان أيضو وحم السوغان ماها مشروعنا ماها ويدفن والدوغا ميتك في لحد لحد أيها الودوغا لحد كو حوية قبرك مركا لقوضو أيها ننك قبلادا أيها هدنا لقوضا هيا ميال قفك اللأك ميشاس أيها لقلين هيا مركاس أيها ميشا لقو أسطورا هيا لحدقو ومتكاس مركا لحدقا وحاجرة نوع كلاو ليدا شق اللي يرادو وقبرك مركا لقوضو ميشا لحدها أيها لتشيحا هيا إن قفك اللأك أيها لتشيحا هيا مركا كدب أيها اللوح أما تشينقد لسارة هيا مركا كدب عيد الوسي دينا هيا مركا هدي dulku uu yahay dul adag on domain waxa fadli badan lixdiga ayaa fadli badan oo dhanka qibrada loo qodahay meel yar oo la eeg qofkii intii uu gali kara ah ayaa loo yeeyay meesha la gelinaya kadib ayaa waxyaaba inta lagu tiiriyo ama dhoobo ama blockade ayaa marka dhoobada la saarahay marka wixii weed fan waa la duugaa fi lixd lixd baa lagu duugaa waana sunna ahaan asaga marka ka fadli badan nooca kale to shaqiga ah mustaqbal alqiblati sawal qiblada u jeeda wajuban waajib ahaan حق قبلة يا لو تشيدين هي ودي قبلة لقى تشيديو
وعلى صوص صار أي مرة بعد قبل لو تشيدين هيا ويسلوا ميت كوال السيبة من قبل رأسه حق مدحيس حقي سيئة لقى السيبة مارك ميت كنحش كلا صوص صاره دانك قبرقة لغها حق وذا أيال لكينا يا الصوت دقة هيا مارك مدح مدح بالله بحنا هيا ويسلوا وال السيبة من قبل رأسه حق مدحيس يا لو السيبة برفق سي ترد أه ويقول وحلي الذي كي يلحده لحدنا هي ولا حد قالينها هي وحلي هي بسم الله وعلى ملة رسول الله بسم الله ما قع إله أيام ما يشك كل يا أيولي وكل حد وعلى ملة رسول الله رسولك إله الدين تيسة أيام كل يا أيولي ويضجع ولا شيء في ميتك في القبر قبرك بعد أن يعمق قبرك ملك الدارية قامة استاج وبسطة يقع مفيدين قبرك هصب الله دارينا هي وقف استاجيس قف كاسو قعمها كل تاجي أنت يا الله قديك قفك اللي قدها دي اللي قدي كروي لكن أنت واجب كاهي وجد قفك أستوري كرتا أركيسي أنا حيواناتك عنانة كإلى علين كرتا أركيسي إنه بنانك أصبحه أما حيواناتك قدام عنا سوف يكتان كإلى علين كرتا أنت سيا واجبة لكن سيد سنة ذاهي إن الله يريوي وقف شو جيس قعمه قد تاجينهين أنت إلا جارسيو ويرجع في القبر بعد شيء بعد أن يعمق مرك الله يريوي قدك قامة استاجي وبسطة قعمة فدين ويسطح القبر قبر قنا ولا فديا كرس لو ما ييرو تسطيح يوحجر يوحجر تسنيم تسنيم كو حوي قبر ان لا تورو او كرس لو يلا سيده جيل كرسي سو كلا اي ان لا فديو لا سلا كايسيو وحا في عن بوليه تسطيح يا في عن ويسطح القبر قبر ولا فديا لكن علامه لو غران كلو ان قبر يحي انتا سو كلا كر لو قادايا ولا ابن عليه لما ديسو ولا يجسس لما نورديو او ميشاني ميل ديسميد يو نوردين يو قرحين مناسبة أما أهان وحي لغو بحيانا وضياع المال وي مال ضياع وي ما نهي بانا كسو أروا مالك لابانا رسايو لابانا نوردين أيو ولا بأس باسكو ما تشيرو ووحد باتا مالي بالبكاء أوهين على الميت ميت كالو أويو أوهين تا أو قلبك أه وقفك أوسان قيلينين ولا أقليه من غير النوح قيل الآن نياحو يقيل الآن تيد ولا شق جيب كله تشيحدنا الآن تيد قفك هدو قلبك كأويو أو إلميو وحد باتا مالي باس ماله مركو قفكو دينتو انت او سن قفكو نفتو كبحين يا مركو دينتا كدبا قفكو مارتا انو الميهو او يو سيدي النبي عليه الصلاه والسلام او الميهي ايدو واحد دباتا ماله لكن waxaa la diiday wax weey qeylada iyo baroorta iyo qofku inuu inta maaragta ku raali noqon waayo qadarti iyo qadaagi oo kuleetiga iyo jawaabka jaxjeexo weey taas la diidan yahay marka nabi waxa sa markii uu ilmeeyay asxaabta ya rasuulallahu adiguna ma ilmeenad wuxuu yiri hadi rahmatun جعلها الله في قلوب عباده وان حريص الى قفك قلبي سيارى وقف كان كدنتي ايو ماركتا كنحي نحريس ويتاسي لكن ان لاويو او لقيليو لدواقه او جيب كلا تاس ومنهي حديث ليس منا من لطم الخدود نغمد ما قفك يعني دامك درباحه وشق الجيوب جيب كنا تشيح جيبك وحوي وماشان كليتغا او قورتا لغا غشدو مدح لغا غليو هديت هي عبوره اما هديت هي شاتي اما قميص هديت هي قفك تشيح تشيحة ودعا بدعوة الجاهلية وحيابي جاهلي كل واقع ترين كل واقع كاسي نقام إدماءهن مركب وحيو ولا بأس لبكو مجرى بالبكاء أوهن على الميت ميت كله أويو من غير النوح قيل نياح لأنتيد قيل لأنتيد ولا شق جيب إيو كلية تشيح تشيحد لأنتيد ويعزى ولو تعزيد أهل ميت كأهل كيسي إلى ثلاثة أيام إلى صدح مع الموت ومن دفنه لقبل الله ومركب لدوغو وحاسونا إن لو تعزيدتك لقبل طيب أهل كميت كمركب qaraabadii kaliya ma ahane qof kasta oo ka tiiraan yeesan qofkan dhimashadiisa haduu yahay saaxiib yahay haduu daris yahay haduu arday macallinkiisa dhintay uu yahay yaani haduu zawj yahay haduu qaraabo yahay waxa sano qof alla qofkii ka naxsan qofkan dhimashadiisa ka tiiraan yeesan walo tacziinaya wuu yuuza ahlu ahlkiisa ilo tacziya ila 3 ila 6 maalmood tacziyadu macnaheedu waxa weey qofkii in lagu xambaaro sabar sabar la yiraado ajarka ku sugan in la sabro loo sheego la xasuusiyo in qofka saar dhimanayo oo musiibada dhacday musiiban ka weyn ay qofka ku dhacaan oo nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam oo dhintay musiibada nabi maxamed ayaa ka weyn musiiba kasto ka dambaysay marka sida in lagu sabar siiyo wuu caza wala sabar siya ahlu ahlkiisi ila sida ila 3 ayaam ila sadax maalmood oo min dafni laga bilaabo diisa qofku uu maqnaa oo qofka uu maqnaayo dib ka yimid oo markuu yimid ogaaday asagoo sadax maalmood shar dhimaan markaas loo sheego ogaaday ayaa loo tacsiinayaa hadii roobo اسبوع كدب ام بل كدب هؤقاد ولا يدفنوا لما دوغو اثنان لا بقف في قبر هل قبر لو ما دوغو الا لحاجه حاجه انك انت ما هنا لا بقف هل قبر لو دوغو ما الا حاجه ان اعتماد ما حاجه دي وحا كميده ددكي با دمشدي با بدن
daacuun baa yimid cuduraa dadkii laayay, zalaazil baa dhacday, sida maaratay yani maaragtay zalaazil dhulgariir baa dhacay, markaasa dhulkiina cariiri noqday, dadkii lama wada duugi karo qof walba. Marka markaas oo kale in maaragtay laba laba iyo saddex saddex loo duugo qubur jamaaciya la sameeyo dhib ma laha. Marka ilaa qofku inuu dhammaado jirkiisu dhammaada maahane, qofka meydka uu dhammaadaa ilaa cajbudanab, cajbudanab laftaas oo cajbudanabka la yidhaahdo oo qofku marka hore laga abuuray laftaasaa soo hartaalay, taas iyadu kaliya hadday ka harto inta kale ay dhammaadaan waa lagu duugi karaa qofka bankaagiisi, qof kale waa lagu duugi karaa. Marka wayucaza ahlu walaa yudfanu ithnaani, laba qof laguma duugo fii qabrin qabri kaliya ilaa lixaajatin, xaajo ma ogiya. Haddii lagu duugana hadba qofka fadliga badan ayaa la hormarinayaa, sidii maalintii dagaalkii uxud uu nabigu calayhi salaam uu sameeyey, laba labo iyo saddex saddex dadka loo duugayay, qofka qur-aanka badan oo qur-aanka xifdigiisu badan yahay ayaana la hormarinayay. Marka darsigeena caawana intaa ayaan kusoo jeedinayaa, wa sala allahu wasalam cala nabiyina muxamed wa cala aalihi wa saxbihi ajmaciin.